السلام عليكم خوتي المغاربة، خوتي المحسنين، عواشركم مبروكة. أنا سميتي مقارن محمد، ساكن في رباط الخير إقليم صفرو، يتيم الأبوين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه بطاقة ديال الإعاقة. منخرط في واحد الجمعية في مدينة صفرو من 2007 ليومين هذا، عمرني ما استفدت شي حاجة نهائيا، وأنا كنتحدى أي واحد وكنتحمل مسؤوليتي. ومتبع في المستشفى الحسن الثاني سي اش او بفاس، فاتح معاهم جوج دواسر، وهذا الدوسي ديال القلب والدوسي ديال التنفس. وهاد الدواء ديال القلب اللي كنستعمل، هاد الدواء كنشربو يوميا، كيتقام عليا 200 درهم شهريا، لازيليكس الداكتون. وهالورقة ديال هاد الدواء ديال الطبيب ديال القلب، هي هادي، هذه هي الورقة ديال هاد الدواء، وهذا الرونديفو ديال القلب، 21/12/2020 عندي الرونديفو. وهذا الرونديفو ديال التنفس، 4/6/2020، 4/6/2020. وهذه التحليلات ديال غاز دو سون، مدة هذه ما درتها، كنديرها ب 400 درهم ديما كنديرها في لابوراتوار من 2016، ما عمرني درتها في المستشفى حيت كيقول لي ما عندناش. كنمشي لابوراتوار كنطلب الناس، جمعت داك 400 درهم كنديرها، ما جمعتهاش ما كنديرهاش، كنرجع للسبيطار كناخذ كنبدل الكونترول ديالي الرونديفو ديالي وكنجيب حالتي. وغير الترونسبور من رباط الخيل لفاس كيتقام عليا 200 درهم كل كونترول. وهلا باراي ديال الاكسجين ديال التنفس، هذه خرجه ليا الطبيب من 2016 الى يومنا هذا، بها عايش، ما نقدرش نستغنى عليها، كتعطيني الاكسجين، اكسجين اصطناعي كنديرها عاد كنعس، ما نقدرش نعس بلا بها حيت كنتخنق. وهاد لاباراي هادي خرج ليا الطبيب، خرج لي الطبيب من 2016، ضربت لي عامين خسرات لي وحده اخرى ماشي هادي، صيفطت للشركه ما تصوبت ليش. ولاباري الاولى طلبت غير الناس وجمعوا لي الثمن ديالها، مشى واحد السيد جاري جابها لي من الدار البيضاء ب3 مليون جديده، الله يكثر خيره ويخف عليه، واي واحد ساهم معايا وعاونني وتعاون معايا بالقليل ولا بالكثير الله يجازيه بخير الله يكثر خيره. وخسرات لي ونفس المشكل، وهذه خذتها ليا واحد المحسنة الله يكثر خيرها ويخلف عليها والله يجازيها بخير. وها الشهادة ديالها، هذه الشهادة ديال لاباري، خرج عليه الطبيب من 2016 الى يومنا هذا، هذه هي الشهادة ديال هاد لاباري. وغير هاد الماسك، غير هاد لاباري فيها مصاريف، غير هاد الماسك هذا كنبدلو كل مره، نقدر نبدلو جوج مرات ثلاثه في العام، حيت هشيش دغيا كيتهرس وكيترخفوا له هاد الصماطي اللي كيشدوا لي ماسك على وجهي. وهذا كيدير من 1000 درهم حتى ل 1500 درهم، يعني الشركات كل وحده باش كتبيع ابتداء من 1000 درهم 1500 درهم. غير هاد الماسك فيه المصاريف، غير هاد لاباري فيها مصاريف، وزيد النيتواياج ديالها تبلوكات ليا بالغبره ولا وقع لي فيها شي حاجه، خصني نمشي من رباط الخير حتى لفاس، حيت التكنسيانات ديالها كاينين تما في الشركه ما كاينينش هنايا، وكيفتحوها كيحلوها، غير النيتواياج ديالها كل مره شنو يحسب عليا، مره يحسب 600 300 درهم، مره 400، مره 500، كل داكشي اللي بغاو هما يحسبوه. واحد الفلتر كنبدلو حيت كيعمر بالغبره، او تقدر تخسر في اي وقت، اي وقت تقدر تخسر ليا وانا بها عايش، ما نقدرش نستغنى عليها ابدا، الا ما درتهاش ما نعش حيت كنتخنق، ولا تقطع الضو حيت خدامه بالضو، نهار كيتقطع الضو الناس ناعسين انا كنبات فايق بات جالس، وخصوصا في الشتاء في البرد في هذه المنطقه كتكون بارده بزاف، وانا كنتخنق حيت عندي ضيق التنفس، كنتخنق ذاك البرد ما كيوافق ليش، خصني شي بلاصه تكون دافيه، وكنتخنق بزاف يعني، والضو كيتقطع هنايا في لوكيتا ديال البرد
بزاف، كل مره يتقطع، ونهار كيتقطع الضو انا كنبات فايق، كنبات جالس، الناس ناعسين وانا فايق جالس، وساكن في الدار ديال الورثه، الدار ديال الورثه ماشي ديالي. وانتوما كتعرفوا هادشي ديال الورث راه كينوض عليه الصداع، شي كيقول لك نبيعو، شي كيقول لك نقسمو. انا مستقر حاليا في الدار ديال الورثه، وكنطلبكم خوتي المغاربه، خوتي المحسنين، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا وساعدوني، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. ونعطيكم الرقم ديال الحساب، هذا فتحته لي واحد السيده الله يكثر خيرها ويخلف عليها، الله يجازيها بخير قبل من رمضان، فتحت لي الحساب واحد البركه من عندها، الله يكثر خيرها ويخلف عليها ويجعلها في ميزان الحسنات. هذا هو الرقم ديال الحساب ديالي، اللي يبغى يتعاون معايا بشي حاجه يصيفط لي الحساب ديالي. وهذا الرقم ديال التليفون ديالي 066 54 03 13، 066 54 03 13. والله يجازيكم بخير، والله يرحم لكم الوالدين، الله تعاونوا معايا وساعدوني، الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم.